أسلحة قوية من قبل الرئيس. شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية مع لالا محمد اللي نشرت مجموعة من الاستوريات على السناب شات، صرحت انه هي امبارح نامت بالميك اب. اترككم على الاستوريات. هاي جايز، ما تخافوا عادي بتصير، بس امبارح نمت بالميك اب وانا لهلا شايلة الميك اب. قصدي شو لهلا؟ لهلا انا واو حبيت هذا اول مرة هذا. بس اشيل معكم الميك اب تقريبا دقيقة او كل يوم بزيد تقريبا 4 دقائق او 5 دقائق من الاداء. هلا 46 دقيقة. بزعل على بشرتي انه ما بعتني فيها ابدا، ما انا بتستاهل. هاي مدفع الافطار. اسمعوا كيف يصير الأذان كله من كل مكان. احنا حاولنا اكثر من مسجد فمشان هيك. سو جايز صوتي رايح ومرضانة. المهم شلت الميك اب من وجهي وغسلت وجهي بصابون دوف لانه نمر إلى أميرة اللي نشرت ستوري مع قطتها. علقت أميرة على هذا الستوري بي تخيلوا بكل صلة تسوي لي هاي الحركات. البداية بدأ الفيديو مع اليوتيوبر قمر الطائي اللي تفاعلت على صفحتها بالإنستغرام بمجموعة من الاستوريات أعلنت عودتها إلى السوشيال ميديا. وأيضا قامت قمر الطائي بفتح لايف على الإنستغرام تجيب على أسئلة متابعيها، وفي مين سألها هل هي مخطوبة. وأيضا قمر الطائي انزعجت من التعليقات المحبطة على الإنستغرام. خاطر الجلوس على خواطر تجون آخر فترة أكثر كلمة دا أسمعها من المتابعين أو منكم بشكل عام إنه هي قمر متغيرة. ما أدري شلون تشوفون شكلي متغير، ما أنا ما أحس شكلي متغير. like أي نفسي قمر اللي صار لي 3 سنين وياكم، فشلون تشوفوني متغيرة؟ ما أدري ليش مختفية. مختفية جايز أنا قلت لكم أنا شهر رمضان شوية يعني ما حكون وياكم 24 ساعة. بعرف منيح بتعرف انك زنخ. تتذكروا حطيت لكم تغريدة على التويتر انه ما حضل وياكم 24 ساعة برمضان، رح اصير اسحب شوية ارجع شوية اسحب شوية ارجع شوية انه حضل وياكم بس بشكل خفيف. بس اخذ الشهر ان شاء الله لكم مني تفاعل نار. وباي ذا واي انا هسه مقصرة بالتفاعل، بس الستوريات صراحة مقصرة بيها، بس تفاعل لا الحمد لله. يوتيوب دا استمر اصور لكم وانزل وريل نزلت لكم بوست ما حاجة منها العيد وبس. حليانة بزيادة thank you. اسمع ليش ما افتح لكم انستغرام؟ التعليقات في الانستغرام دائما تكون عالم موازي، ودائما اعرف ان هم حرفيا ما يكون عاجبهم اي شيء. يعني التعليقات بالانستغرام ما تبين كل التعليقات، يعني هسه اكو بس 7000. انا تعرف عندي كل سنة يتعطى تعليق، فهمت شلون؟ فما تبين عندي كل تعليق، تبين عندي بس تعليقات سلبية، وحرفيا بعالم موازي. بس لما افتح تيك توك هناك كلهم طاقة إيجابية وحابيني، ماكو حد مطايخني فايت اللايف، فهمت الفكرة هاي؟ هاي الفكرة كلش أحبها، إنه أحد إنه الكل باللايف يحبوني، هنا يطبون ناس مطايقيني، طب ليش طابين إلى اللايف إذا مطايقيني يا أخي ليش؟ خلوا عني، خلاص مطايقيني أنا أوكي ماشي، أنا بشعة وأنا ألعب النفس، طب اللايف خلوا عني.